والصلاة والسلام على رسول الله. اليوم يوم غضب الأساتذة في ربوع المملكة. هذا الغضب هو نتج عن رفضهم لنظام المآسي، النظام المشؤوم الذي ظلم الأساتذة وحقرهم ووضعهم في أسفل المراتب. المغرب يحتاج إلى أساتذته. نحن مقبلون على تحديات تنظيم المونديال وما إلى ذلك. يجب الرفع من قيمة رجل التعليم، فهو قائد القاطرة، قاطرة التنمية. يجب إكرام الأستاذ، يجب إعطاء الحقوق إلى الأساتذة، حقوق مادية وحقوق معنوية، وعلى رأسها رد الاعتبار والاعتذار من الوزير. يجب الاعتذار وتغيير هذا النظام المآسي إلى نظام يحترم رجل التعليم كما جميع الأمم المتقدمة التي تحترم رجال تعليمها وتقدسهم وتجعلهم على رأس أولوياتها. هذا مطلبنا، وكل الفئات هنا تطالب بهذا المطلب، ومن بينهم هذه الفئة التي أمثلها، فئة أساتذة زنزانة 10، شيوخ التعليم الذين عانوا في الفيافي والجبال ثم لا يجازون بأقل القليل. هم الآن يطالبون فقط بحقهم في الترقية فقط لا غير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كما تشاهدون نحن أمام وقفة حاشدة لتنسيقية التدريس أمام المديرية الإقليمية مراكش، وذلك التي سيعاقبون بها جراء عدم القيام بالمهام التي فرضت عليهم، مهام الحراسة، مهام الحياة المدرسية، مهام التصحيح، مهام خارجة عن مهامهم الأصلية، مهام الحياة المدرسية. نحن هنا أمام المديرية نمثل هيئة التدريس، وكذلك نحن مناضلون في تنظيمات ندافع عن حقوق التدريس من جميع الجهات، لا لإهانة الأستاذ، كرامة الأستاذ خط أحمر، وكذلك لجميع الفئات سواء المساعدين التقنيين والمساعدين الإداريين وأطر الإدارة التربوية الذين قاموا بوقفة أمس بالرباط. تحية نضالية لهذا الجمع الهائل من الأساتذة الذين لبوا النداء ليحتجوا، وذلك بعد إعلان تنسيقية لإضراب بأربعة أيام مع وقفة حاشدة، ويستمر الإضراب غدا إن شاء الله إلى السبت. هناك وقفة مدتها ساعة بالمؤسسات التعليمية لكل فوج على حدة، وذلك رفضا للنظام الأساسي المجحف في حقهم. وتحية نضالية عالية. السلام عليكم ورحمة الله الرحيم. أولا كنقدم نفسي، حميد بوصحيب كاتب إقليمي لفئة المساعدين التقنيين والإداريين وعضو اللجان الثنائية وعضو مكتب الوطني لهذه الفئة. اليوم اولا في البدايه ديالي كنشكر وسائل الاعلام وكنشكر الصحافه على هذا العرس النضالي وعلى هذا الصوت اللي غادي يوصل لوزاره التربيه الوطنيه، اللي هو صوت المساعدين التقنيين والمساعدين الاداريين لوزاره التربيه الوطنيه. اليوم كنتكلم على هذه الفئه اللي هي عانت الكثير والكثير، لانه ناضلت منذ سنوات وهي كتناضل، ناضلت على نظام الاساسي لوزاره التربيه الوطنيه. اليوم هما سكتوا هذه الفئه وقالوا لهم احنا دمجناكم، يعني دمجناكم في وزاره التربيه الوطنيه، ولكن الادماج ولا كيتسمى هب الاسم، يعني حيدنا في المساعد التقني ورضينا المساعد التربوي، ولكن هذا المساعد التربوي فينا هو التحفيز ديالو؟ لانه حنا كنا تنطالبوا الادماج بالفوري من سنه 2016، ماشي الادماج من 1/1/2023، لانه هذه الفئه اعطت الكثير والكثير للمؤسسه التعليميه، وكانتم لا يخفى عليكم تتعرفوا هذه الفئه، لانه هزه هي اللي كتخدم في المصالح، هي اللي كتخدم في المصالح، وهي اللي هزه الشؤون الاداريه، وهي اللي كتعاني الكثير. واليوم
كنجيو حنا وكنعطيوهم واحد اش نقولوا واحد الكذبه الليل يلا روب تيقول لك 2000 درهم شهريا والله الا تنس. انا كنوجه النداء ديالي لوزير التربيه الوطنيه والناس المسؤولين وعاش المساعدين التقنيين والمساعدين الاداريين. اليوم حنا مقصين بزاف ديال الاشياء لانه جاكيت الحركه المحليه ما كايناش. واليوم كنشكركم جزيل الشكر. اشترك الان في قناه اشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. اشواق تي في جريده الكترونيه وطنيه شامله ومستقله.